we've got a big mall. نحن لدينا مول مركز تسوق كبير in Manchester, منطقة مانشستر معروفة. I like going there. أنا أحب الذهاب إلى هناك with my family, مع عائلتي. It has lots of good shops. الإت تعود عليه من الإت. الإت تعود على المول. إت يقول اللي شفنا عبر بالبداية تكلم عن المول مركز التسوق وبعدين عبر عنه بإت لغير العاقل. It has إنه يحتوي هو يحتوي lots of good shops على الكثير من البضائع العفو lots of good shops يحتوي على الكثير من المحلات الجيدة محلات الزينة الجيدة أكو عندنا lots كثير من و a lot of أيضا بس lots هنا شوي مو رسمية lots مو رسمية I like the sports shops أنا أحب المحلات الرياضية and the ones وتلك التي يعني تلك التي ones جمع one يعني يقصد هنا أيضا على المحلات هنا من قال I like the sports shops أنا أحب المحلات الرياضية محلات الرياضة and the ones وتلك التي هم على المحلات الوانز هم على المحلات وتلك التي that sell فيديو جيمز وتلك التي تبيع شنو المحلات اللي تبيع ألعاب الفيديو there are يوجد هناك lots of cloth shops يوجد هناك الكثير من محلات الملابس my father likes the electronics shops أبي يحب محلات الإلكترونيات he likes buying هو يحب شراء things for his computer هو يحب شراء اشياء لحاسوبه زين هذه هنا بعدين ايش قال قال there isn't a supermarket ليس هناك سوبر ماركت سوق كبير هذا السوبر ماركت so لذلك we can't go food shopping there لذلك نحن لا نستطيع الذهاب لتسوق الطعام هناك I like going up and down in the lifts because you can see everything انا احب الذهاب I like going احب الذهاب up and down ال up and down شو اقصد بيها in the lift اللفت هو شنو اللفت مثل ما قلنا اللفت هو المصعد هذا المصعد اللفت يقول انا احب يعني شلون نقول صاعد نازل up عاليا صاعدا و down نازلا احب الذهاب صاعد نازل in the lift في المصعد because you can see لأنك تستطيع أن ترى everything كل شيء يعني مصعد من تصعد تشوف كل شيء there are plants and trees everywhere يوجد هناك يعني نباتات وأشجار everywhere في كل مكان and there is a big car وهناك سيارة big car park وهناك موقف للسيارات الكبيرة big العفو موقف بارك موقف شلون الجراج توقف في الموقف كبير big car park يوجد موقف للسيارات الكبيرة next to بالقرب من أو مجاور the mall بالقرب من المول it has three floors هو يحتوي الات تعود على شنو تعود على البارك الات هو غير عاقل تعود على البارك it has three floors هو يحتوي على ثلاثة طوابق sometimes أحيانا my father أبي can't find his car لا يستطيع أن يجد سيارته when we finish shopping عندما نحن ننتهي من التسوق He gets very angry فهو يعني يصبح غاضب جدا